مرحبا. كثير ناس عم تبعث لي اسئله انه انا بعد العمليه او بعد المرض كيف ممكن ارجع على الرياضه بالتدريج، ما بيعرفوا كيف بدهم يبداوا، فبتلبكوا بتلاقيهم مرق فتره طويله بعد المرض بس ما عم يعرفوا شلون بدهم يرجعوا على الرياضه. بتمنى منكم اول شيء تعملوه انه ترجعوا تتمرنوا 10 دقائق باليوم، 10 دقائق خفيف مثل رياضه المشي في المكان، تحركوا شوي كل عضلات الجسم بشكل كثير صغير، وبعدين بعد اسبوع او اسبوعين تزيدوا بدي 20 دقيقه باليوم، بعدين ممكن تدخلوا بالتمارين الرياضيه المعتاده اللي انتم بتعملوها. فانا حبيت اعمل هذا الفيديو خاصه انه انا طالعه من مرض كوفيد 19، فاليوم هو اليوم ال 13 من المرض، صار فيني انه ابدا اعمل رياضه. صار لي يومين عم بمشي وهو هذا اليوم الثالث، رح فرجيكم شو كنت عم بعمل وكيف رح ارجع لرياضتي المعتاده. وهذا التمرين مناسب لجميع الناس اللي حتى عملت عمليات او ولدت وبدها ترجع على الرياضه بس ما عم تعرف منين بدها تبدا، هذا التمرين رح نعمله مع بعض. يلا نبدا فورا بالمشي، مع انه هو المشي فهو ما بحاجه لاحماء لانه احنا رح نرفع شوي حده التمرين ما كثير عالي، وهو تقريبا يعتبر تمرين احماء بحد ذاته. تمام، نشد البطن كثير منيح، نفرد الظهر والابتسامة على الوجه. يس، بلشنا نرجع لحياتنا. تمام، نفس، برافو، كثير منيح، حرك ايدينا اكثر اكثر اكثر. تمام تمام، يلا هلا رح نروح خطوة يمين خطوة يسار. اوكي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، رح أبلش حرك إيدي معاهم. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، حرك إيدي فوق اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لقدام. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بنرجع للمشي. إذا حاسين إنه وتير التمارين سريعة فيكم تبطئوا أكثر بشوي، ممكن تعملوها أبطأ بشوي. تمام؟ برافو، يلا نفس كمان، نرفع إيدينا نحركهم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، راح نمشي خطوة لقدام واحد، ونرجع راح نطلع بالإيد اليمين. كثير ضروري التنفس بهي المرحلة لأنه عضلاتكم بحاجة كثير كبيرة للأكسجين. نفس، تمام، رح نبلش نرفع ايدينا فوق نزل تحت. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، كثير منيح، رح نبلش هلا نشتغل بالاجر الثاني. تمام، يلا واحد، تمام، كثير منيح، خلص. يلا هلا بنبلش نحرك ايدينا، نفتحهم على جنب مع العدة العشرة، نعمل عشرة عدات. يلا واحد اثنين ثلاثة، برافو، أربعة خمسة برافو برافو، كثير منيح، تمام، كثير منيح. بنرجع على المارش، بنحرك ايدينا واحد، شوفوا لي عضلات البطن، برافو كثير منيح. رح نبدا نرفع اجرينا اكثر شوي صغير لفوق. تمام، نحن شايفين عضلات البطن، شايفين عضلات الظهر، بنبدا نرفع. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تمام. هلا رح نرفع الكاحل عن الأرض. تمام، يلا رح نرفع الكاحل كأنه عم ننط شوي صغيرة مشان نعطي شوي قوة لعضلات الكاحل. تمام، ثمانية تسعة عشرة، هلا رح أعمل كيك لقدام، رفسة صغيرة مع ايدي لقدام. اوكي، هلا عم قدم رجلي انا، رح قدم
الايد عكس الاجر كانه عم بعمل بوز يميني يساري. ما رح نوقف 10 دقايق، رح نضل عم نمشي. واحد اثنين تمام، برافو، نرجع على المارش. ممتاز، ناخذ نفس نفس نفس. كل ما حسيت انه انت عم تنهضوا معناته جسمك بحاجه اكسجين. خذ نفس تمام. يلا اخذ اجريك مره يمين ومره يسار، يمين يسار يمين يسار تمام. يلا هلا بس نوصل للعدي العشرة رح نفتح ايدينا على جنب مع اجريين، رح ننزل ايدي لتحت افتحهم على جنب. يلا يمين يسار يمين تمام. خلاص رح نركز كثير. تسعة وعشرة، ممتاز، نرجع للمارش كثير منيح. هلا رح ارجع خطوة لورا لاجري يمين، رح نبدا يمين نرفع لقدام يمين لقدام تمام. عم نرجع لورا، عم نحاول نحرك كل المفاصل والعضلات والجمل الحركية، خصوصا انه احنا صرنا فترة متلاحين او ما نمارس رياضة، فعم نشتغل على تنسيق العضلة الحركية تمام. هلا رح ارجع ايدي لورا مع جسمي واطلع فوق. يلا تحت فوق تمام، برافو. لا تنسوا الشيء يكون كثير شادين عضلات البطن كل الوقت. تمام، عشرة، ممتاز. يلا هلا رح نحرك الاجر ثاني كمان لورا، ورا يسار، عم نرجع باليسار نطلع باليمين. نفس تمام. هلا رح افتح ايدي على جنب بهالطريقة وارجع عم حرك الكوع تمام. تمام، برافو. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ممتاز، بنرجع للمارش كثير منيح، برافو. ثلاثة أربعة، هلا رح نفتح رجلينا على جنب ونرجع نضرب، رح يكون بهالطريقة ونرجع نضرب. نطلع بإجر يمين يمين يسار، نرجع يمين يسار، نرجع تمام، برافو. يمين يسار، يلا نبدأ نعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عم نبني شوية ركب عشان الحركة ضلها تتفرد تمام. تسعة عشرة، حط بلش تحرك ايدي مع اجريين. واحد نرجع، اثنين نرجع، ثلاثة تمام. لا تنسوا النفس، شايفين عضلات البطن؟ تمام، برافو. نرجع للمارش، رح نعمل نفس الحركة بس بالاجر الثاني، اوكي؟ جاهزين؟ ليتس جو مع بعض. يلا. تمام، أربعة، خمسة، تمام. ثمانية، تسعة، عشرة، تمام، هلا رح أرفع إيدي لفوق، فوق، فوق. فوق فوق، حاولي تشدي ايديكي اكثر لفوق تمام. عشرة، ممتاز، نرجع للمارش، نزل شوي دقات القلب، نزل دقات القلب من شوي صغيرة. يلا
كثير منيح نوقف مكاننا، نحرك الخصر يلي يسار شوي صغيري. بكون هيك خلصنا تمرين اليوم. عم ننزل شوي دقات القلب، خذ اكسجين. قلبي مرتفع دقاته، عم اتنفس بسرعه لانه عضلاتي بدها اكسجين. خذي اكسجين. تمام، يلا رح ننزل على جنب، نعمل ستريتش فينج للخصر. سيرفي، ناخذ شهيق. برافو، نرفع ايدين فوق. هيدا مرة ثانية، شهيق. يلا عامل ايدي دائرة بالعكس، دائرة بالعكس. تمام، هيك بنكون خلصنا تمرين اليوم، وان شاء الله بشوفكم على طول بصحة وبعافية وبخير. ومثل ما حكينا انه هاي التمارين عملوها بشكل يومي، اذا حسيتوا بكره انها صارت سهله عليكم عيدوها مرتين، وبعدين تضلوا العبوا فتره لحتى تحسنوا ترجعوا للتمارين المعتادين اللي انتم بتعملوها. نشوفكم بخير ان شاء الله، باي باي.